أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات فوائد الفواكه. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. فوائد البطيخ: يزرع البطيخ في المناطق المعتدلة، وهو نبات أوراقه طويلة وأزهاره صفراء وثمرته حلوة صفراء اللون أو خضراء مبيضة في وسطها بذور. يزرع البطيخ بعليا أو سقويا، تنضج ثمارها في فصل الصيف. البطيخ أنواع كثيرة، يؤكل طازجا وتصنع منه الفطائر والحلويات. يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تنشط الجسم وتيسير عملية الهضم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى حلقة أخرى مع فاكهة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.